ناصر ناصر من وين؟ من بريطانيا. حتى اتصلت أمس. شنو كان نقاشنا أمس؟ بس ذكرني حتى تعرف شلون كيف استقبل ضيفك. إيه أنا إيه يوم للشطر. إيه أنت أبو العرب. اي ابو العرب انت تذكرتك. اي تذكرتك يا ولد. انت يوم اللي ردت تدافع عن عائشة انه كيف هي عرفت عرب الرجال. طيب انا اليوم حاط عقلي، راح احط عقلي بهاي الرواية وياك للمرة الثانية، وراح اليوم اطلع رضاع الكبير من كل فتحة موجودة بجسدك، ولذلك ما راح اعطيك رواية ثانية، راح ارجعك على هاي الرواية واسألك كيف عرفت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال لا يملكون إربهم أمام إرب النبي. تفضل أجب. والله شوف هذه الرواية أنا الحمد لله يعني انتهيت من معك فيها. عندك شيء يعني ثاني؟ لأنك والله العظيم ما قدرت يعني في الرواية هذه. حلوة 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 أنت حلوة يا بطل. أنت انتهيت. حلوة والله. عيدها، ممكن تعيدها اللي قلته لو سمعت؟ عيدها. لا ما عيده. لا عيده خلي الناس تسمع. عيده يقول انا انتهيت، يقول انا انتهيت معاك من هاي. ممكن تعطيني؟ لا ما راح اعطيك غيرها. ارد اعرف كيف عرفت عائشة ان الرجال لا يملكون إربهم. ايوه تفضل. انت الحين بيصير عندك عقل وتجيب الجزمه اللي بعدوك. هذا شوف انت طبعا تتجاوز كثير بالكلام. شوف يعني انت الان تقول جزمه بعقلك، يعني هذه سبه. أنا إلى الآن ما سابك ولا متجاوز عليك ولا ساب عائشة ولا ساب عمر، جاي أسألك بالرواية. عائشة قالت إن النبي أكثركم يملك إربه، يعني هي فحصت إرب الرجال. أنا جالس أسألك كيف عرفت عائشة أن النبي أكثر واحد يلزم إربه بالنسبة لإرب الرجال في زمانها. أنت الآن جالس تسبني، تقول لي جزمة، هذا السب. هذا شلون راح أناقشك؟ تفضل اعتذر عن هاي. شوف إما تعتذر عن هاي السبة وإلا نقطع الخط عنك ونسوي لك حظر. اختار أمام الناس. طيب وأنت بتعتذر بعد؟ أنا ما سبيتك بهذا. أنا ما سبيت. أنت يا أخي سبيت يعني مو ليتك سبيتني، سبيت أكثر شيء أؤمن فيها. لا لا عائشة الرموز ما تتدخل، أنا أتكلم عليك. أنا إليك أحترمك. عائشة ما أحترمها. أنت يصير تحترمني، ما تسبني مثل ما أنا محترمك. لا أنت والله أنت أكثر من مرة تتجاوز علي. نعم أتجاوز على عائشة، نعم أتجاوز على عائشة، ولكن أثناء النقاش أنا الآن ما متجاوز. سألتك قلت لك كيف عرفت عائشة أن النبي أكثر واحد يملك إربة بالنسبة للرجال، أنت تقول لي جزمة. هاي سبة أخي. لا أنا تكلمت في الحقيقة. أنت طيب الآن مو مشكلة، جاوبني بأي طريقة بس ما سبني. تفضل اعتذر، كمل جوابك. يلا أوكي الآن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تعتذر وتكمل جوابك، عيب. يلا أنا آسف. يلا كمل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه هو أفضل الناس وأكملهم، يعني مش معصوم لكن أكمل. هذا موضوعك على يملك إربة صح؟ لا إيه يملك إربة. حتى ما نطلع، حتى ما نطلع من النقطة، أنا ما أحب لو سمحت كمل. إيه فالرسول ما أقول هو معصوم في الدين، يعني عندي أنا أنه معصوم في الدين، لكن نتكلم كخلقا وخلقا. الرسول وارد عندنا أنه كان من أفصح الناس وأجمل الناس وأقوى الناس وأشجع الناس. فعائشة تعرف أن الرسول أشجع من الناس كلهم وأقوى من الناس كلهم وأفصح من الناس كلهم وأقوى من كل النواحي. فهكذا عرفت عائشة أن الرسول أقوى منه. شوف ناصر كلام علمي جيد. نعم ما جيت أنا اسمعني وبدون ما نريد عناد، جيد؟ لا مني ولا منك حتى. نعم. ما أتهمك بس أنت. شوف الرسول معصوم في رسالته لا في أفعاله، جيد؟ نعم. ولذلك يكسل ويجامع ويضعف ويخطئ. نعم. وينتحر وكل شيء يسوي. صدقت. الله يبارك فيك. طيب الحمد لله. واحدة من القضايا التي لا توجد فيها عصمة للنبي لأنه ما معصوم في أفعاله إنه هو من الممكن أن يفلت إربه ولا يمسكه، صح ولا مو صح؟ كيف وش تقصد من الكلام؟ أنا أقول لك
إن عائشة تقول أيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه. نعم. النبي عنده عصمة في ملك الإرب. في ملك عند هو قوي في من كل النواحي. لا 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 قوي حالة حال أي بشر مو بالعصمة. لا أي حالة حال أي بشر. إيه هو جيد جيد إيه جيد جيد لا 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 لا. نعم. لا 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 دقيقة 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 هذا شو. الآن خرجنا عن الكلام العلمي بدينا شنو بدينا نضيف بهارات. لا لا ما نضيف بهارات. لا 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 شوف إما حال حال البشر. نضيف بهارات هندية. لا 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 إما حال حال البشر وإما معصوم اختار. لا ما لا مو على كيفك مو على كيفك. هاي يعني أنت تريد منها شوية ما يصير. لا 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 مو من هنا شوية. ما يصير هذا ما يشوف شوف هذا التخبط. ولذلك الشيعة قالوا بعصمة النبي في كل شيء. شوف هذا التخبط اللي عندكم. لا مو شوف. تخبط علمي. التخبط العلمي عندك أنت الآن. أول ما اتصلت شنو قلت؟ قلت النبي معصوم في الرسالة لا في الأفعال صح؟ نعم. جيد خلني أوقع الكلام. أنت الظاهر شوف أنت شغل المخ شغل المخ سوي لها دفت. أنا قلت أن الرسول معصوم في رسالته وفي الدين وفي التشريع. جيد. ولكن إيه وما هم معصوم في الأفعال الأمور في الحياتية. جيد. لكنه كان في فرق أنه كان قوي أنه كان جميل. إيه حال الناس. إيه يعني المامو حال الناس. هذا حال الناس. نعم. إيه؟ إنما أنتم مو تقولون إنما أنا بشر مثلكم. لكن أقوى من الناس. ايه؟ هو يا أخي إيش المشكلة قوي وزي الناس. إيه زي زي الناس قوي زي الناس جيد. إيه جي. الإشكال هنا أقوى من الناس. الإشكال لا مو أقوى من الناس لا. إلا أقوى من لا 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 يد لا لا الناس يده أقوى من الناس. لا 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 زين قوة طبيعية ولا نابعة من عصمة إلهية. قوة طبيعية. جيد. إذن هذه القوة الطبيعية موجودة ممكن عند أي واحد من رجال العرب الأقوياء. يا أخي قوة طبيعية آتية من الله. الله اللي حباها. يعني هذه عصمة اللي تطيب. لا شوف هذا لعب. هذا لعب. وين حاطين نفسكم في أي موقف؟ والله شوف الموقف. شوف الموقف اللي أنتم جاي تمرون به. شوف. والله. بابا. مو قادر تطي العصمة للنبي كاملة. لأن إذا انطيت عصمة للنبي كاملة أبو بكر وعمر وعائشة راح ينسحقون. لأن هم اللي بينوا النبي ضعيف يكسل يفشل يوقع ينتحر مجنون يهذي يخرخط يبضط كل شيء يسوي. إذا قلت معصوم عصمة كاملة انطيت احترام إلهي أبو بكر وعمر راح ينسحقون. إذا قلت معصوم بالرسالة الأفعال ما تلاعب لعب. الآن شنو تريد تنطي بهارات؟ معصوم بالرسالة عنده قوة إلهية حال البشر. شنو هذا؟ شنو بالضبط هذا؟ هذا اسمه لعب. ثبت كلام عدل. النبي معصوم في رسالته وباقي كل شيء حال الناس. انتهى الكلام. طيب أول شيء أنت تفهم أنا إيش بعد أقول؟ جالس تضيف بهارات على العصمة قوة النبي. لا ما ضيف أنت اللي ضيف. أنا اللي أضيف دي على بعض. إيه أنت لما تفكر المايك وتقعد تتكلم للحريفين اللي قاعدين يشوفونك. يلا بالله. تسوي الموضوع على كيفك. يلا بالله. الآن أنت جالس تطي قوة إلهية هاي عصمة. لا يا أخوي اسمع. هو معصوم في رسالته في الدين. جيد. ومعصوم ولا يخطئ في التشريع ولا يخطئ في أي شيء في الدين. هاي ما في الأمور الأمور الحياتية. قتل شرب جنس الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي اختاره الله يعني صفوة البشر. هاي شنو هاي صفوة هذا ورد اكو كلام بيورد افضل واحد في البشر لكنه مش معصوم. هو مش معصوم جيد. افضل واحد لكنه مش معصوم. يا يابه افهم. يا يابه هي مو معصوم. ايش بيك يا ولد؟ إيه أفضل واحد من البشر لكنه غير معصوم. إيه ما معصوم. إيه يكسل. إيه مش معصوم. إيه يكسل ما عنده قوة إلهية. تكذب علينا. إيش أي قوة؟ أنا قلت لك الآن قوة إلهية. إيه أنت قبل قليل قلت عنده قوة إلهية. يا أخي أنت والله العظيم أنت يبغالك كهرب العقل. شوف أنت الآن طهي أمام المشاهدين. الآن قبل قليل قلت عنده قوة إلهية. الآن
والله العظيم انك انت والمشاهدين ما تدري وين الله قاطك. احشر اياك كلام. شوف انا بدي اتجاوز على المشاهدين بدي اتجاوز على احشر. شوف 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 اسمع الان قبل قليل قلت عنده قوه الهيه ولا ما قلت؟ انا قلت انه الله يعني لا حول ولا قوه الا بالله. والله انت عبتني. عنده قوه الهيه غير العصمه بالدين. قوه الهيه عنده قوه يا اخي. انا الان انا الان لما مثلا لا 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 لا, لا. انت قبل قليل انت من الله قوه الهيه من جيد. الله آتي يعني هو عنده قوه الهيه من الله صح؟ يعني انا الحين لو عندي فلوس هذه من الله كل شيء لا 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 يعني هو عنده قوه الهيه صح؟ كيف قوه الهيه؟ وش مفهومك انت القوه الالهيه؟ يعني الله معطيه قوه الهيه يكون قوي على جميع البشر. اي لكن مش لحد العصمه. يعني هذه القوه يعطل ينام ويعايشه يعطل. انا الله اعطاني قوه كل لكن الرسول مش معصوم. هذا غير قوه. هذا غير قوه مخربطه. شان 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 يعني هو الله يعني مش معصوم. مش معصوم كلمة العصمة في الحياة مش معصوم. مو ندير معه معصوم. منطي قوة ما منطي قوة يا ولد. يا ولد منطي قوة ولا منطي قوة. ما يكسل معه عايشة. يكسل يا ولد. فشلنا قدام العالم. يكسل. وين القوة؟ يكسل. يكسل يا ولد. أول شيء شوف خل الحديث اللي يكسل. انت الحين فهمت لا شلون انا عاديك شلون مو هذا تبين قوته. هذا تبين قوته. طيب طيب يعني الان لو لاعب كمال اجسام تعب في التمرين هل هو عشانه يعني قوي انه ما يعني احنا ما شايفين لاعب كمال اجسام يكسل. هذا ما موجود هذا الشيء على الاقل الا الا موجود. لا الا موجود الا ما موجيب لاعب كمال اجسام يعني مثلا جيب لنا جيب لنا وتعب في اليوم هذا جيب لنا جيب جيب لنا رجع جامع زوجته جيب لنا جيب لنا لاعب كمال. انت هو مو كان يدور على نسائه ليله واحده. انت شوف شوف انت الحين قاعد تقفز. لا لا ما جالس اقفز. لا اريد نحدد قوته. لا 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 ما جالس اقفز. جالسين نحدد قوة النبي. انتم عندكم رواية تقول انه كان يدور على نساء في ليلة واحدة. يعني جامع تسعة بليلة واحدة. وعائشة نعم. وعائشة مرة واحدة وعطل يمها. كسل. شلون؟ نعم. شيني نعم شيني كان ما كل قرقير مثل هذا اللي تعبونه. طيب ممكن الرسول يعني مثلا كانت اخر واحده من زوجاتها اكسل معها لكن ايش المشكله؟ ايش المشكله يعني ما عنده قوه الهيه؟ هذا اريد نوصل. والله والله انك حمار وغبي. والله يلعن اللي يتصل عليك. طيب شكرا لك. امك ها 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 اوف 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 عيب عيب هذا السبت جيب زوج عيب 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 يا 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 انا هيك مؤذي والله ولا ادري بنفسي. يقولون عني شيخنا اسلوبك حلو وحباب ومحبوب و اللي احنا نحبك. ليش ليش بقولك هذا السب؟ ليش يا معقوله خنقتك خنق؟ معقوله لعبت بيك لعب صار عندك اسهال يمكن يا ولد. روح للحمام. روح يا ولد روح. شنو سويت له؟ انا ما سويت له شيء والله. كنت اسولف وياه بهدوء. وهل النبي معصوم بقوته ام لا؟ ليش هذا السب؟ ليش انا شنو سويت له؟ انا سويت لك شيء؟ جالس أناقشك باحترام وبأدب وسبيتني أول اتصال وطلبت منك تعتذر وخليتك تعتذر رغما على أنفك بس أنت مو قادر تثبت. شوف سبحان الله شوف هذا شوفوا هذا النبي اللي عندكم. هذا النبي اللي عندكم مو قادرين تثبتوه للناس إنه هو نبي كامل. لذلك عندكم هذا التعصب. لذلك عندكم هذا التعصب. مو قادرين تثبتون للناس. مو قادرين تثبتون للناس. عندكم هذا التعصب. نبي مو كامل متأذين. شلون الشيعة يقولون بالعصمة الكاملة المطلقة وما جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلا تلامذة يجلسون أمام محمد عند الشيعة. هذا مجنن عقلكم. مجنن عقلكم. مجنن أبوكم. شلون الشيعة يعتقدون هيك اعتقاد؟ أوف يا ولد غالبين ذولا. يا ولد إحنا نبينا يكسل. يا ولد يزني. يا ولد ما عنده قوة. يا ولد عاطل. ذولا الشيعة ذولا عصمة عندهم. عصمة شو تقول لي؟ يقول لك مردود بالعصمة. أي كلمة مردودة بالعصمة. لذلك غيرة ميتين حسد. حسد من الشيعة.
شلون الشيعة يقولون بالعصمة المطلقة؟